ها لهلا لسه ما رجعت، رغم اني قلت لها لا تتاخري بس ما سمعت كلامي. ماشي يا انسه، اسمع حسابك بس تجي. لازم امسك حالي قد ما بقدر، بس صعب اني اسكت والله. هالمره زودتها كثير. لا شوف وينك، انا بورجيكي. كيف يعني مغلق؟ يا ربي دخيلك، معقول الرقم غلط؟ لحظة لأتأكد. لا يمكن الاتصال بهذا الرقم حاليا، قد يكون الجهاز مغلق. يا ترى وين بدها تكون؟ أنا بكون أمها، لازم تخبرني. تركيا ما رح يمشي الحال. ايه معك حق، شكله ما في لا كازية ولا غيره، وما في شبكة بنوب. كنت بدي دق لرفيقي لحتى يجي يساعدنا. وعندي ما في شبكة بنوب، وانا عم اقول لحالي ليش امي لهلأ ما اتصلت. طلعت معناتها عم تتصل بس ما عم تلاقي شبكة، في حدا جاية كأنه. خير يا صبايا، شو عم تعملوا هون لحالكم؟ شو في؟ خلص بنزين السيارة، في لقدام شوي كازية بس. مناخدكم. عن جد بتاخدنا؟ انقلع انت وياه حسن ما قتلكم وزت لحمكم الكلاب الشارع. قليلين أدب يا شبكي زينب. ليش هيك عملتي معهم؟ الشباب كان بدهم ياخدونا على الكازية. ايه كانوا بدهم ياخدونا بس مو على الكازية. ايه